هل تنتسب تلك التقنية الحديثة العجيبة إلى أثر تاريخي؟ وما علاقة ذلك الملك صاحب الأسنان الزرقاء بها؟ إذا كان عهده أصلاً سبق ظهورها بمئات السنين، ولماذا اختار ذلك المخترع أن ينسب اختراعه إلى تلك الشخصية؟ إنها تقنية البلوتوث التي تترجم إلى الأسنان الزرقاء. تعالوا لنتعرف كيف يعود تاريخها إلى مئات السنين. اعتدنا كثيراً أن ننقل ملفاتنا الإلكترونية وبياناتها عبر تقنية البلوتوث، وكثيراً ما ظن كثيرون أن الأمر ينتهي بالنسبة لهم بمجرد ضغطة زر، لكن يبدو أن وراء الضغطة أسرار تاريخية عميقة الدلالة شديدة الأثر. استيقظ ذلك المهندس الشاب جيم كاراتش الذي كان يعمل في تطوير التقنيات اللاسلكية في إحدى الشركات المعنية بتطوير التقنيات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية ذات يوم، وفي ذهنه سؤال واحد: كيف يتم الربط بين الأجهزة والحواسيب اللوحية بطريقة سهلة يتمكن المستخدمون خلالها من تجاوز الصعوبات المتعلقة بنقل تلك الملفات أو اضطرارهم إلى وسائل تقليدية؟ ولماذا لا يتم توحيد أسلوب التبادل والنقل بين الأجهزة بطريقة بسيطة؟ طال بحث ذلك المبدع عن إجابة إلى أن أعلن للعلن في تسعينيات القرن الماضي أنه توصل إلى طريقة سريعة تضمن للمستخدمين نقل ما يريدون من ملفات بين الأجهزة الإلكترونية بطريقة تضمن لهم التعامل الآمن من جهة، واختصار الوقت والجهد والمال من جهة أخرى. ومن هنا جاءت تقنية البلوتوث وفق موقع فولوكت. ولكن هل سألت نفسك لماذا لم ينسب المهندس اختراعه هذا إلى نفسه مثل بقية المخترعين؟ قبل التطرق إلى الإجابة، علينا أن نعلم أن اسم تلك التقنية التي يتعامل الملايين معها يومياً يعود إلى ملك من ملوك الدنمارك، وهو هارلد بلوتوث، والذي اشتهر بين الدنماركيين بقدراته الفائقة، وراجت قدرته باستطاعته ارتكاب أمور خارقة للعادة. فبعد أن أوقف مواجهات الألمان التي استهدفت استقرار بلاده، وذلك بعد أن تولى السلطة عام 986 ميلادية، وكان هارلد بلوتوث أحد ملوك الفايكينغ، واستطاع أن يوحد الدنمارك والنرويج تحت حكمه الذي اتسم بالعدل والتسامح والرخاء، فأصبح نموذجاً ومثالاً تاريخياً للحاكم العادل القوي المحبوب. ومن هنا أراد المخترع تسمية اختراعه الجديد باسم ذلك الملك التاريخي كنوع من التكريم له، كما تم استخدام أول حرفين من اسم الملك باللغة الرونية القديمة التي كانت مستخدمة في زمانه، ويقال إنه توقيعه ليصبح أيقونة البلوتوث التي نتعامل بها حالياً. ويوثق المؤرخون قدرة ذلك الملك على حكم الدنمارك والنرويج معاً ببراعة سياسية مدهشة، كما عرف عن ذلك الملك العجيب فرط إقباله على تناول التوت البري، حتى أثر ذلك كثيراً على هيئته، وبدت أسنانه أقرب إلى اللون الأزرق، لذلك اشتهر تاريخياً بالملك صاحب الأسنان الزرقاء، وإن كان في النهاية حمل لقب الموحد العظيم. المهندس جيم كاراتش الذي كان يعمل وقتها في شركة أنتل لم ينسب الاختراع إلى نفسه، ولعل الرجل أراد أن يرسل للبشرية رسالة مفادها أن للوحدة قوة، ليس بمعناها التاريخي فقط بل في عالم التقنية أيضاً.